اللقاء ديالنا اليوم المشاركه ديالنا ديال النادي كتجي في اطار تخليد الشعب المغربي الذكرى 49 للمسيره الخضراء وبدعوه كريمه من نادي الزوارق الشراعيه اللي عرضنا لهذا الملتقى. كيشارك حوالي تقريبا يفوق 100 دراج من المغرب كامل من جميع المدن المغربيه، وهذا لقاء باش كنتقاسموا هذا الحب ديال الدراجه الناريه وكنتلاقاو. وهذا الملتقى ماشي غير في طنجه، كتكون على مستوى المغرب كله وكتكون على مستوى الخارج كذلك. هناك ملتقى فارو اللي كيشاركوا فيه جميع الدراجين عاوتاني من المغرب. انا زيد فرحان وانني نتواجد اليوم بين الاخوان ديالي هنا في مدينه طنجه اللي هو موجود حنا به، او اننا نحتفلوا اليوم اولا بالطواف هذا ديال المسيره الخضراء المضفره سنه 49، وكان هنو الشعب المغربي على هذا العيد هذا. وكذلك كنشكروا النادي الملكي للزوارق على الاستقبال ديالو. فاحنا جينا من مدينه الناظور وجاو الاخوان من جميع المدن المغربيه وتجمعنا هنا في مدينه طنجه، اولا نحتفلوا بالمسيره الخضراء كما قلنا، وثانيا اننا نحيوا صله الرحم بيناتنا ونجمعوا بين الدراج ونقربوا بين الدراج بين الشرق والغرب. فصراحه اكثر من 200 او 250 دراج موجود اليوم هنا، اننا يد وحده كنحتفلوا دائما بالصحراء المغربيه في الارض المغربيه، احب من احب وكره من كره. فالحمد لله، وكنشكروا جميع الانديه هنا في مدينه طنجه على الاستقبال ديالهم الرائع الممتاز اللي حسنا اننا في مدينتنا الثانيه. فشكرا لكم وشكرا للصحافه على الحضور. هذا شرف كبير لنا اننا اليوم جينا لهذا الملتقى هذا ديال الاحباب ديال اصحاب الدراجات الناريه وديال الجمعيات اللي جايين من المغرب كامل باش يتشاركوا معنا هذه الاجواء هذه الجميله هنا. جينا لهذه البلاصه هذه في المارينا ديال طنجه في النادي الملكي ديال الزوارق، هما اللي عرضوا علينا باش جينا. هذه مبادره جيده اللي نظمها السي حمدان واللي نظموها الاخوان ديال الناظور في مدينه طنجه. نتمنوا بانها ما تكونش الاولى ولا الثانيه ولا الاخيره، وان شاء الله يكونوا مظاهرات واحد اخرين بحال هكا اللي كتجمعنا وكتجمع الاحباب وكتجمع كاع الناس اللي تيحبوا الدراجه الناريه. انا فرحان بهذا الملتقى، ملتقى طنجه اللي كانت فكره ولات حقيقه. كنشكر النادي الملكي اللي ابى الا ان يستضيف الدراجين من المغرب وخارجه. الحمد لله
كان الملتقى ناجح بالنسبة اللي خلى واحد البصمة على جميع الدراجين ونعكس إيجابا، لأن الإخوان كلهم كيقول لك خصكم تعاودوا لنا بحال هذه الملتقيات في مدينة طنجة. بالنسبة للفضاء الحمد لله كنشكروا جميع اللي ساهم من قريب أو من بعيد في إنجاح هذا الحفل، والشكر للمنابر الإعلامية طبعا ورجال الأمن اللي سهروا على الحماية ديال الدراجين وكل من ساهم من قريب أو بعيد. السلام عليكم، معكم مهدي الغني بالاسم ديال مهدي اون رود، وشرف كبير باني حاضر اليوم في هذا الملتقى اللي فيه الاحبه وفيه الدراجين اللي جاوا من جميع ربوع المملكه لاحياء ذكرى المسيره الخضراء. واش غادي نقول لكم، هذا شرف كبير، تبارك الله التنظيم كان في المستوى الكبير. كانت فرصه باننا نتلاقاو مع الاصدقاء ديالنا مع الاحباب الدراجين ونشاركوا معاهم الخبرات ويفيدونا تبارك الله الخبرات اللي يدوزوا في هذا المجال. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.